لا انا ما عندي الكليات، عندي مشاكل مع الدرجه 18 ستوتوين. كانت فرحه لا توصف، يعني ما كنتش متوقعه هذه النتيجه. ان شاء الله الحمد لله اللي وصلت لها ووفقنا ربي، ونهدي هذا النجاح لكامل الطاقم التربوي، ونهدي بالاخص الوالديه الاب والام والاساتذه اللي كانوا واقفين معي. الحمد لله على النتيجة هذه اللي جابتها ابنتي، نتيجة فرحتنا بزاف بزاف، وفرحة البلدية سيد بن عدة وكاع ولاية عين تموشنت. نتمنى لها النجاح، نتمنى الأصدقاء تاعها والصديقات تاعها اللي في مرأها الدراسة النجاح والتقدم إن شاء الله في مسارهم العلمي. ونشكر الأساتذة كاملين تاع ثانوية فضيل والتراني، ونشكر الأساتذة اللي كانوا معاونين في دروس الدعم، ونشكر كل الناس اللي ساهموا من قريب ومن بعيد في النجاح تاعها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهنئ التلاميذ التوعي، جميع التلاميذ اللي نجحوا في ثانوية فضيل والتراني بالنجاح في شهادة البكالوريا، خاصة القسم الخاص بي اللي هو قسم تقني رياضي. جميع التلاميذ أهنئ أمثال على حصولها على المرتبة الأولى في الثانوية الثانية تاعنا وفي الولاية تاعنا، وإن شاء الله مزيد من التألق والنجاحات في المستقبل إن شاء الله. واللي ما حالفهمش الحظ نتمنى لهم السنة الجاية إن شاء الله ما يكرهوش، ما يفشلوش، ويتعلموا من الأخطاء اللي داروها اللي هي التهاون. نتمنى من والديهم يراقبوهم من البداية تاع السنة، ماشي في نهاية السنة تبغوا النتيجة. النتيجة يلقى لها عمل كبير وجهد متواصل في جميع المواد، والتوفيق يكون من عند الله سبحانه وتعالى، يعني يكون تحصيل حاصل فقط، انت خدم والنتيجة من بعد تجي. في بلادي عمة الفرح، ولادي فرحوا بالنجاح. جهد سنين طوال يا ولادي، جهد سنين طوال، وهادي ثمرة الاجتهاد. مبروك عليك بنتي، مبروك عليك ولدي، مبروك عليكم كاملين. الشروطات البلديه والعسكريه والمدنيه ان شاء الله تبارك وتعالى، كاع الجماعه بدون تخصيص، وكذلك الاساتذه ان شاء الله تبارك وتعالى. ربي يقدرنا ويقدركم ان شاء الله، ويعيننا ويعينكم على طاعه الله وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما نساوش رئيس الدائره ورئيس البلديه والامن كذلك ان شاء الله تبارك وتعالى، ربي يلمنا ويلمكم بالخير ان شاء الله. ان شاء الله تبارك وتعالى كيفاش اجتمعنا بهذه البنت وفرحنا بهذه البنيه، لأنها حققت نتيجة باهرة إن شاء الله تبارك وتعالى. ربي يجمعنا غدا يوم القيامة على العلم إن شاء الله، يجمعنا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تبارك وتعالى اللي عنده نية وعنده أمنية وعنده هدف وعنده قصد في هذه الحياة الدنيا، يا رب يعطي السائلين ما سألوا، وراغبين ما رغبوا، والطالبين ما طلبوا، وإن شاء الله ربي عشر خطواتنا وخطواتكم. آمين آمين. بفضل وسر وبركة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك وزد وتكرم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.